خاطر بكم طلب صغير فقط لكل مشاهد. أتمنى لما يكون أرجوك اشتركوا في القناة فقط. اشتركوا في القناة. أنا أكون حدود مساعدكم. أعرفكم. هناك أشخاص اشتركوا في القناة. شكرا لكم. ألف شكرا لكم. أنتم حقاً أخواتي. المهم أنا أحتاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد معكم جيزو وإيجريك. أنا تعبت أنا أخوك إجاب. أقول كلكم مرتم من هذه المعاناة مرات من المشكلة بسعوج المشكلة كنتم عندما كان لكم اشتراكات ضعيفة. كلنا مررنا من هذه الاشتراكات الضعيفة. الله يحفظكم أخوتي. أبوني ولاشين تاعو. الله يحفظكم. إن شاء الله تكونوا معايا أخوتي. ادخلوا إلى قناة تاعو وكتبوا في التعليق نحن من قناة MR Gamer. أتينا من قناة MR Gamer. محتواه نوعا ما في أخطاء معينة لكن عاونوا وساعدوه على أن يقوم بتصحيح أخطائه ويقوم بالتطور إن شاء الله. أتوقع أبدا أني سأنزل يوما ما هذا الفيديو. فيا جماعة حدث ما حدث. يا جماعة أريد فقط أن أقول لكم للأسف الشديد أن حسابي قد انسرق في فري فاير. فصراحة نزلتم ستوري عبر الفيسبوك أن حسابي قد انسرق. هناك كثير متابعين عبر الفيسبوك سألوني السبب ماذا حدث زيزو؟ ماذا حدث؟ كيف انسرق حسابك؟ فيا جماعة سأخبركم كل هذا في هذا كل شيء في هذا الفيديو يا جماعة. نعم يا جماعة أخيرا بعد سنوات بعد سنتين يا جماعة من التعب والصبر والعمل في جد وصلنا إلى حلمنا يا جماعة. حلمنا كان هو 1000 متابع
في القناة. لقد وصلنا إلى 1000 متابع في القناة، الحمد لله يا ربي، أشكر الله ثم أشكركم أنتم أيها المتابعون الأوفياء. شكرا لأي شخص عمل اشتراك وعمل لايك وتابع الفيديوهات، أعرف كل شخص، أعرف كل شخص دخل وعمل كومنتير وعمل لايك واشترك في القناة ودعمني وساعدني وكذا وكذا وكذا. أقول لك يا حبيبي والله شكرا لك من القلب، أقسم بالله أحبك من القلب يا أخي، والله لكل شخص دعمني. فيا جماعة لمن لا يعرف قصتي في اليوتيوب، فأنا كان هناك أشخاص كثيرين قال لي يا زيزو ستفشل، أنت فاشل، أنت لا تفعل أي شيء، أنت يا أخي ليش لما تفتح هذا اليوتيوب اذهب يعمل كامل شيء آخر، أنت لا تجع. نعم، لكن لم أستسلم وتابعته حتى الآن، حتى وصلت لألف مشترك. فألف مشترك ليس هدفي الحقيقي حاليا، بطبيعة الحال هدفي الحقيقي هو 100,000 مشترك لأدخل في الشراكة فايق إن شاء الله. فيا جماعة هناك أشخاص يقولون يا عزيزي زيزو لا تدخل في الشراكة ولا نحدث أي شيء، يا صديقي أقول لك الآن أنا سأفعل كل شيء بإذن الله، سيحدث كل شيء. فكل بداية لديها النهاية، النهاية إن شاء الله سنكون نهاية أسطورية إن شاء الله. إن شاء الله كل شخص سأقولها من آل هذه الرسالة لأي شخص ما زال يبني حياته، ما زال يبني بيت حياته، لا تسمع لكلام الناس أبدا، لا تسمع لأي كلام إنسان على وجه الأرض. فهناك أشخاص يشجعونك، انت اكمل، اعمل، زيد، اعمل، ابني، انت قوي. لك اشخاص يقول لك لا فاشل، توقف، لماذا تفعل، لماذا تكسر رأسك. لا تسمع لذلك الكلام، ذلك الكلام من سوف ينهي مسيرتك وتبقى فاشل. صادق مثلا ابو فلة يا جماعة، ابو فلة وصل حاليا 22 مليون، او 21 مليون يا جماعة. كيف بدأ أبو فلة في مسيرة على اليوتيوب؟ بدأ لكي أي بداية، كان أخاه يقول أنت فاشل، عائلة تقول أنت فاشل، يقول أنت تقلد بندريتا الآن. يا أخي وصل أكثر من بندريتا يا صديقي، أصبح من أفضل يوتيوبرز العرب. تخيل تكون أفضل يوتيوبر وملك اليوتيوبر في العرب. أوكي نتكلم عن شفافة شفاني قنوات فضائية أوكي. فيا جماعة فأنا نفس الشيء، كما بدأت سوف أنهي مسيرتي، سأنهي طريقي يا جماعة بالنجاح إن شاء الله. بكل بساطة هناك أسئلة في هناك أنا متابعين يقول يا زيزو لماذا فتحت القناة على اليوتيوب؟ فكل أي يوتيوبر لماذا يفتح قناته على اليوتيوب؟ فأني أقول أني ألم تكن لك معيشة صعبة، أو نقول حياتك صعبة جدا تحتاج إلى معيشة أفضل، وأكيد ستفتح قناة اليوتيوب من أجل الشهرة وكسب المال الحلال بيانسيور. أخوتي هذه هي اللي سوف فتحت قناة على اليوتيوب كي إن شاء الله أصبح يوما من الأيام مشهورا وأصبح يوما من الأثرياء، فلا أغنى من الله على كل حال. فيا جماعة أحرم أي يوتيوبر يكون مثل أبو فلة يا صديقي. فيا جماعة أشكركم مرة أخرى، شكرا لكم على دعمكم إن شاء الله، كما قلت سأعمل مسابقة إن شاء الله، أخوتي هبطوا شي توب أب جديد، توب أب تاع الجواهر، إن شاء الله غدير مسابقة توب أب هذا. فأخوتي ميرسي بوكو على دعمكم إن شاء الله، إن شاء الله أخوتي غنلاقوا فيديو جاي واحد آخر، ميرسي بوكو على دعمكم أخوتي، ونلاقوا فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إذا أخوتي كما قلت لكم هدفي القادم هو 10,000 مشترك، ف كل مستحيل.